الترش البلدي وتكرير الفواكه. المحل يعتبر من ايام جدي، لكن انا طبعا الشغلانه دي متورثها، يعني اتعلمتها يعني عن والدتي. موضوع الفواكه بقى لي بالظبط كده بتاع 21 سنه شغال فيها، والحمد لله كانت في الاول يعني واخدنا انها ايه حاجه جديده، وكل كان مستغرب لها، انا نفسي طبعا كنت مستغرب لها. بس طبعا لما بعد ما احنا ان شاء الله يعني بدانا ان احنا نعمل عملت تيست على الموجودين، يعني بدات ان انا ادوقها لهم، ندوقها مثلا لاهالينا والكلام ده كله، لحد ان شاء الله الناس كلها يعني عجبتهم، بدات ان انا اعبيها وان انا اطرحها للبيع، بدات الزبائن تطلبها. كل سنه يعني بقيت اعمل حاجه جديده، مره الخوخ ومره الذره ومره الموز ومره الجوافه، فبدا مش بقى من هنا اللي الناس بتسال عليها على طول، الجوافه والخوخ والمانجا اكتر حاجه تعتبر شغاله. الدوره السنه دي لسه جديد طبعا، فلسه يعني ايه مردوده ولسه ما ظهرش، يبدا ان شاء الله يظهر من بعد رمضان. والله ولحد دلوقتي لسه طبعا يعني داخلين على شهر رمضان، يعني بنامل خير في ربنا طبعا، لازم يبقى عندنا امل. موضوع الاسعار طبعا هي اللي فاتت شويه، بس احنا طبعا شغالين ان شاء الله، احنا مش هنبطل شغل والناس مش هتبطل اكل. احنا في من اول 5 جنيه احنا كنا لاغيين، وما هو ده بقى التحدي اللي انا عملته السنه دي مع نفسي ومع ناس كتير، ان احنا كان ابو 5 جنيه ده ملغي بقى له سنتين بالظبط. انا السنه دي عملت مفاجاه ان انا رجعت ابو 5 جنيه من تاني، ومكوناته هوريها لحضرتك برضو، مكونات الكيس يعني كيس يعني محترم، يعني كيس مش